بقول ان مفهوم التطوير اللي بيشهدها القطاع الصحي في هذه الايام غير مسبوقه، وبتعكس ان المنظومه الطبيه في دائره اهتمام الحكومه وفي دائره اهتمام السيد رئيس الوزراء ودائره اهتمام السيد رئيس الجمهوريه. وبكرر وبقول ان الجولات المتعدده والرغبه في التطوير والمنظومه الصحيه ككل هو أن نقدم وأن ننجح جميعاً كحكومة وكعاملين في تقديم خدمات طبية متميزة. هناك العديد من المنشآت الطبية والعديد من الخدمات الطبية التي لم تشهد تطوير وفي نفس الوقت تقدم خدمات لا غنى عنها ولا بديل لها. على سبيل المثال الخدمات اللي بتقدم في مجال أمراض القلب وجراحات القلب اللي بتقدم في معهد القلب، فكان لابد لنا من وقفة مع التطوير، وقفة مع التحديث، وقفة مع تقديم النظم الحديثة في تقديم الخدمة، ووقفة أيضا مع الانضباط ومستويات تقديم الأداء الخدمة والأداء في هذا المعهد. من ضمن الأفكار أن يكون هناك معهد متخصص القلب في كل المحافظات يمثل نموذج مصغر لمعهد القلب القومي في القاهرة. بإذن الله تعالى ستشهد هذه المنظومة طفرة هائلة، مما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمات المتقدم للمريض، وأيضا نشعر المريض المصري أن المنظومة الصحية دخلت بحق في دائرة اهتمام الحكومة والتنفيذين بإذن الله. الخطة اللي بتقدم في معهد القلب اليوم تبدأ من تطوير للبنية التحتية وتطوير لمستوى التجهيزات ونظم العمل، وأيضا لمستويات الإدارة والتمريض والفندقة وخلافه بإذن الله تعالى. احنا بندعو المجتمع ككل أن يشارك معنا. هذا المعهد سيكون له مجلس أمناء، مجلس أمناء يضم المتخصصين ويضم الإداريين والقياديين أيضا، ويضم المجتمع المدني ورجال الأعمال المسؤولين في مصر وفي محافظة الجيزة على وجه الخصوص. ومعنا دعم من سيادة محافظ الجيزة، بنقوم بتطوير المكان الجغرافي حول المعهد حتى يكون هناك سهولة ويسر في المرور بالنسبة للقادمين في أسرة عناية مركزة. بإذن الله تعالى كانت وصلت البنية التحتية إلى حد من التهالك، أثناء الخدمة أصبحت غير أدمية. إن شاء الله هنشهد طفرة مع نهاية المرحلة الأولى، وندخل بعد كده على مرحلة تطوير غرف الأسطرة القلبية وغرف العمليات إن شاء الله والغرف الداخلية. الوقت يا فندم قد إيه؟ الوقت يا فندم. إنشاء معهد للقلب في بعض المحافظات. هناك خطة زي ما قلت لحضرتك أن يكون هناك نموذج لمعهد القلب في مستشفيات متعددة على مستوى القاهرة وأيضا في المحافظات الجمهورية ككل، حتى أن الخدمة اللي تقدم هنا تقدم مثيل لها في المحافظات الجمهورية، ونوفر على المريض عناء الانتقال من محافظته إلى القاهرة. الوقت يا فندم.